أول شيء سلام مع الذات، تاني شيء سلام مع المجتمع حوالي، إنه أنا بدي أتقبل الكل، بتعامل معهم بأسلوب لبق دون مشاكل. هيدا بالنسبة لي هذا السلام. بحاول قد ما فيني بحياتي إني أبعد عن العنف، يعني حتى بحياتي الشخصية، إنه أنا كأم مثلاً الأمهات بيلجأوا للعنف مع أطفالهم، أنا هالشي لغيته من حياتي. انت بتقدر تخلقي السلام، بتقدر تعملي نقطة تغيير، بتقدري من البؤرة اللي انت عايشة فيها والانغلاق انك تنطلقي. مثلا نحن مرقنا بحروب، هذا الشيء ترك فينا اثر، يعني تعرضنا لمشاكل كثير، مني انا شفت كثير اشياء. فهذا الشيء انا ما خليته ياثر علي سلبي، بالعكس انا قويت حالي انه انا لا بدي اكون اقوى من هالشيء، انا برفض هيدي الحروب. التدريب أنا كنت بمحل قائدي لمجتمعية. من خلال التدريبات صار عندي قوة، صار عندي الشجاعة إني فوت بشغلات أكثر، أنا ما كان عندي إياها هيدي الشجاعة، صرت أفهم العالم من حوالي أكثر، لأنه نحن ها أكثر شيء عانينا منه، نحن عانينا لأنه ما في سلام، عانينا من العنف، لهيك حبيت كثير هالموضوع.